نشرة التاسعة تأتيكم من النهار اليوم، أهلا بكم. يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي الرياض الأحد المقبل للمرة الأولى، حيث سيجتمع بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك حسب ما أفاد السفير المصري هناك عفيفي عبد الوهاب. وبعد الزيارة الخاطفة للملك عبد الله إلى القاهرة بعد تولي السيسي للرئاسة، قال عبد الوهاب إن زيارة الرئيس ستدوم ليوم واحد، حيث سيقدم الشكر للمملكة على مواقفها مع مصر ودعمها لها في كافة القضايا، كما سيبحث السيسي مع الملك عبد الله مختلف القضايا الهامة في المنطقة خصوصا ما يحدث. وللتعليق على زيارة الرئيس السيسي إلى الرياض ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير عفيفي عبد الوهاب. يبدو أننا فقدنا الاتصال. ومن جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلقهما لتصاعد التوتر في غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، أشاد خلاله بوتين بالجهود التي تبذلها مصر للمساعدة في استقرار الوضع في غزة، بما في ذلك تنظيم الاتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل هذا الغرض. في القاهرة نظم التحالف الديمقراطي الثوري الذي يضم عددا من الأحزاب والقوى الاشتراكية مؤتمرا صحفيا لمناصرة الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. باسم التحالف الديمقراطي الثوري، تحالف القوى الاشتراكية، أعلن إدانتنا للعدوان على الشعب الفلسطيني. ما الذي نحن بصدده في هذه الجولة العدوانية؟ نحن بصدد حرب عدوانية مستمرة من الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية. وأنا أقول جولة لأن هذه الجولة سبقتها جولات عدوانية وسوف تتلوها جولات عدوانية أخرى. تتواصل في القاهرة مباحثات منفصلة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بواسطة مصرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة بعد أن دخل وقف إطلاق النار يومه الثالث والأخير. يأتي ذلك في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن تمديد وقف إطلاق النار، ففيما قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب توافق على تمديد التهدئة المؤقتة، نفى موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ذلك قائلا إن الاتفاق لم يتم بعد. ولا تزال غزة صامدة، لا تزال تقاوم من أجل البقاء. هدنة هادئة على غير العادة لمدة 72 ساعة، ولا يزال الهدوء مستمرا. هدنة استطاعت أن تكشف حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع، أسس دمرت وبنية تهلهلت. برعاية مصرية جاءت الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. وبينما تدخل الهدنة في يومها الثالث، تضاربت الأنباء حول قول مسؤولين إسرائيليين إن تل أبيب توافق على تمديد التهدئة المؤقتة، الأمر الذي نفته حماس. جهود ومباحثات مستمرة من الخارجية المصرية لإعادة الحياة مرة أخرى للقطاع، فمن لقاء مع وزير خارجية فنزويلا إلى مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير، وأخيرا اللقاءات المستمرة مع كل من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لاستكمال مفاوضات التهدئة. عملية معقدة وليست يسيرة، هكذا يرى وزير الخارجية سامح شكري وقف إطلاق النار في القطاع، مطالبا بضرورة فتح المعابر الإسرائيلية الستة لتوفير الاحتياجات الضرورية والإنسانية للشعب الفلسطيني ولإعادة إعمار غزة. طبعا نأمل أن تتم في أسرع وقت، بما يؤكد امتداد الهدنة، بل أن تصبح هدنة دائمة، وأن يتم التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بتوفير الدعم والاحتياجات لشعب غزة من احتياجاته الحالة واحتياجاته بعيدة المدى فيما يتعلق بإعادة الإعمار وفتح المعابر لكسر الحصار من قبل السلطات الإسرائيلية. جهود لاقت صداها في البيت الأبيض ليأتي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليعبر عن دعمه لتلك الجهود التي تبذلها القاهرة. وهنا يبدو أن أهالي القطاع أصبحوا لا يرون لغير الانتصار بديلا، متمسكين بحقهم في الحياة
حياة آدمية غير منعزلة عن العالم. آية عبد العزيز، النهار اليوم. نجدد لكم التحية ونتحول لمتابعة الشأن الليبي. دعا ممثلو مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس والولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف الليبية إلى وقف الاقتتال بشكل فوري وإجراء مفاوضات حوار مشترك لمعالجة احتياجات الأمن والاستقرار في بلدهم. وأعرب ممثلو تلك الدول على هامش القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التحديات السياسية والأمنية التي تواجه ليبيا وتأثير هذه التحديات على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وضع ملتهب يلقي بلهيبه على دول جوار ليبيا التي لملمت نفسها في مواجهة تدفقات الأسلحة والإرهابيين. فالأزمة الليبية تخطت الحدود وباتت تهدد جيرانها الذين اجتمع كبار مسؤوليهم في القاهرة برئاسة مصر لدعم العملية السياسية في البلد الشقيق ودعوة جميع الأطراف هناك إلى الحوار الوطني. اجتماع شاركت فيه 7 دول عربية وإفريقية هم مصر وليبيا والجزائر والسودان وتونس وتشاد والنيجر، إذ اتفقوا على استمرار التنسيق فيما بينهم في جميع المحافل لدعم ليبيا. كما طرحت مصر مبادرة لإنشاء صندوق دولي لجمع السلاح من هناك. أن السيطرة على مظاهر السلاح في الشارع الليبي ومحاولة جمع وإقناع المسلحين بإمكانية دمجهم في الحياة العامة الطبيعية هي شرط أساسي لنجاح أي مبادرة لحوار وطني ناجح في ليبيا. ومن هنا كان اقتراح مصر لمبادرة إنشاء صندوق دولي لجمع الأسلحة طوعا ودمج المسلحين الذين يختارون ترك السلاح في الحياة العامة لتكثيف منابع العنف في ليبيا. هذا الاجتماع ما كان إلا مقدمة لجهود إخماد النيران في ليبيا، إذ ينتظر عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار في القاهرة خلال الشهر الجاري أو المقبل. كما تجرى ترتيبات حاليا لعقد اجتماع لخبراء الأمن من دول الجوار في الجزائر خلال أغسطس الجاري أيضا. القمة الأمريكية الإفريقية كانت أيضا فرصة بالنسبة لدول الجوار العربية لطرح القضية على المجتمع الدولي، فدعا ممثلو مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية على هامش القمة جميع الأطراف الليبية إلى وقف الاقتتال بشكل فوري وإجراء مفاوضات وحوار مشترك لمعالجة احتياجات الأمن والاستقرار في بلدهم. كما دعوا مجلس النواب الليبي المنتخب حديثا والمؤسسات الديمقراطية هناك إلى تبني سياسات شاملة تعود بالنفع على جميع الليبيين وتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب للأمن والمصالحة. مجلس النواب الليبي نفسه طالب جميع الأطراف المتنازعة بالوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية في مدينتي طرابلس وبني غازي دون قيد أو شرط، مهددا باتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أيا كان الطرف الرافض له. محاولات جادة من الخارج الليبي وداخله علها تؤتي ثمارها في السيطرة على الأزمة هناك. نهى زكريا، النهار اليوم. هذا وأعلن حسام كمال وزير الطيران المدني استمرار الجسر الجوي لليوم 8 على التوالي لإعادة المصريين الفارين من ليبيا، إذ تشغل مصر للطيران 7 رحلات مباشرة إلى مطار قابس التونسي على مدار اليوم. هذا وقد وصلت رحلتان فجر اليوم على متنهما 469 مصريا ليصبح إجمالي المصريين المنقولين من الحدود التونسية 5925 مصريا. قالت الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة إن الوزارة شكلت لجنة لحصر خسائر العمال المصريين العائدين من ليبيا تمهيدا لتعويضهم. وأضافت العشري في تصريحات لبرنامج آخر النهار أن الحكومة لن تدخر جهدا في رفع قضية دولية لمطالبة ليبيا بمستحقات المصريين.
اللي عملته وزارة القوى العاملة كالمعتاد زي أولادنا أما كانوا في العراق والكويت، عملنا استمارات وقلنا لهم خلي بالكم إحنا هنعمل حصر علشان كل واحد يقول لنا في الاستمارة بتاعتنا اللي إحنا عاملينها قيمة إيه الضرر اللي وقع عليه وقيمة الضرر بتاعك إيه. معاك مستندات هيبقى جميل جدا، معاكش مستندات أنت قدرها، والجهات اللي هناك لما الحكومة تهدى بتحقق في الموضوع. يعني أنا مثلا عندي محل تجاري وفي بضاعة بمليون جنيه، الجهات اللي هناك هتتحقق إذا كان الحاجات دي صح ولا غلط عشان أجمع عدد والاستمارات دي بتوزعوها هناك ولا بتوزعوها لما حطيتها بيجو. على لا لا أنا حط لما يجوا أنا ما بوزعهاش هناك. اللي بيجي لي أرض مصر بقول له أنت ساكن فين في الشرقية، انت ساكن فين في كل مديرية من المديريات القوى العاملة على على 27 مديرية بتاعتنا، يروح للمكتب العمل اللي جنبه يقول عايز الاستمارة عايز الاستمارة يملاها ويسلمها. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، حيث تم خلال اللقاء استعراض الشأن المصري العام وعدد من الشواغل المسيحية. كان الحديث والحوار في هذه الجلسة على دورنا كمصريين مسلمين ومسيحيين في تقوية ومساعدة الاقتصاد المصري وبناء الثقة وتشجيع المصريين، حتى سيادة الرئيس يقول ولو بجنيه واحد من أجل تدعيم الاقتصاد. طبعا أنا انتهزت الفرصة وشكرت السيد الرئيس وهنيته على مشروع قناة السويس الجديدة، وأنه زي مشروع له أمال كبيرة وهيحقق فوائد عديدة، وبعتبر المشروع ده بمثابة هدية من مصر للعالم. وفي اختتام القمة الأمريكية الإفريقية أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن مصر تقوم بدورها الإنساني تجاه قطاع غزة، مؤكدا أيضا سيادة مصر على معبر رفح. وأضاف محلب أن زيارته لواشنطن أوضحت الرؤية المصرية تجاه المستقبل، وأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مصر كانت محل ترحيب من قبل المسؤولين الأمريكيين، موضحا أن قبول الشعب بها يؤكد إيمانه بقائده وتصميمه على بناء مصر الحديثة. التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لواشنطن للمشاركة في أعمال القمة الأمريكية الإفريقية هالي مريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبية. وخلال اللقاء بحث الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، إذ تم التأكيد على الالتزام بروح التعاون والحوار لإنجاح الجولة الجديدة من الاجتماعات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا المقرر عقدها بالخرطوم الشهر الجاري. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة 100 مليون جنيه. أجدد لكم التحية. أفاد مراسلنا بأن رجل الأعمال أحمد عز قطب الحزب الوطني الديمقراطي المنحل يستعد للخروج على ذمة قضايا بعدما قضى 3 سنوات في الحبس عقب ثورة 25 يناير. وأودع عز 11 مليون جنيه، وهو جزء من الكفالة المطلوبة لخروجه على ذمة قضية يتهم فيها بالاستيلاء على المال العام، بينما سيظل رهن المحاكمة في قضيتين أخريين. ومن هناك معنا مباشرة أو عبر الهاتف الزميلة أمل صالح من مقر إخلاء سبيل أحمد عز. أمل، يعني أوصفي لي المشهد لديك. نعم، نحن الآن أمام قسم الدوكي في انتظار انتهاء إجراءات خروج المهندس أحمد عز رجل الأعمال الأشهر في مجال الصناعة. هو بالفعل منذ ساعات قام بتسديد جزء من الغرامة التي وقعت عليه والتي تقدر ب 150 مليون جنيه مصري. هو ستتم تجزئة الجزء الآخر والمقدر ب 100 مليون على 3 دفعات. نحن الآن انقسم لتبين بعض الإجراءات الأمنية، 3 ساعات تقريبا وهو لا يزال داخل القسم، ننتظر في أي لحظة خروجه من الداخل. هناك بعض محاولات التمويه، هناك أكثر من عربة
في انتظاره. البعض يقول ان العرب التي سيخرج بها داخل القسم، البعض يقول انها تنتظره في الخارج، لا توجد معلومات واضحه، ونحن بانتظار خروجه في اي لحظه الحقيقه. أمل، يعني هل تحدثتي مع أي من يعني محاميه للتعرف عما يتم خلال هذه اللحظات قبل خروجه؟ حاولنا التواصل مع محامي السيد أحمد عز، ولكنه في كل مرة يكون بعد قليل انتظروا هناك مزيد من التفاصيل، لا يمكن الإفصاح الآن عن أي تفاصيل. حاولنا حتى معرفة إذا كان هناك الإجراءات الأمنية بها بعض التعقيدات داخل القسم، كان يمضي تماما من غير أي تعقيدات، ولكنه يقول إنها مجرد إجراءات شكلية، وإنه تم الإفراج عنه بكفالة بعد إنهاء المدة الزمنية المحددة لذلك، فنحن بالانتظار. تمام، أنا بشكر وجودك معنا أمل صالح مراسلة النهار اليوم، كنت معنا هاتفيا من مقر إخلاء سبيل أحمد عز. عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وقضت بمعاقبة متهم ثالث بالسجن 20 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات في قضية تحرش فتيات التحرير وغرامة 100,000 جنيه. حكمت المحكمة حضوريا وفي جلسة علانية، أولا بمعاقبة كل من المتهمين، الأول كريم شعبان علي رزق، والثاني أحمد سعيد محمد أحمد بالسجن المؤبد عما هو منسوب إليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية والمدنية. ثانيا بمعاقبة المتهم الثالث مجدي السيد مصطفى بالسجن لمدة 20 سنة عما هو منسوب إليه. أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 14 متهما من قيادات تنظيم الأخوان بينهم مرشد الجماعة محمد بديعة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك للمرة الثانية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدام المتهمين جميعا، وذلك في القضية المعروفة بأحداث مسجد الاستقامة، وحددت المحكمة جلسة 3 أغسطس الجاري للنطق بالحكم. قررت المحكمة إرسال أوراق المتهمين سالفي الذكر والموضحين بأمر الإحالة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الدعوة، وحددت جلسة 30/8/2014 لإيداع التقرير وعلى النيابة مراعاة متابعة التنفيذ مع استمرار حبس المتهمين الحاضرين على ذمة الدعوة وعلى النيابة إحضارهم من محبسهم تلك الجلسة. وفي تصريحات للنهار اليوم قال المحامي محمد حمودة إن قرار المحكمة يعطي ضمانة للمتهمين، مضيفا أن رأي المفتي استشاري وفقا لصريح القانون. ومن حق المحكمة أنها تستطلع رأي المفتي مرة واثنين وثلاثة إذا ما كان هناك قصور في الرأي اللي جاي لها، ولو كانت المحكمة عايزة تدي أحكام إدانة ما هي رأي المفتي رأي استشاري لا تلتزم به، فذلك يعني أن المحكمة تريد أن يكون حكمها مطابقا لصحيح القانون والشرع أيضا، وذلك يعطي ضمانة حقيقية للمتهمين، ولا أجد سبب للزوبعة اللي بيصيرها محامين الإخوان المسلمين على الإطلاق.
أطلقت مجموعة من الجامعات على مستوى الجمهورية مسابقة لتنفيذ مشروع جهاز آلي للكشف عن الألغام بمشاركة طلابية واسعة من أكثر من 50 جامعة وعشرات من طلاب المدارس، وذلك في خطوة لإخراج أفكار مبتكرة للقضاء على تلك الأزمة. المزيد في التقرير التالي. كف اللغم تم تحديده ويجب إنهاء الإجراءات قبل انفجاره. أمامنا مجرد دقائق. هذه ليست تجربة حقيقية للكشف عن لغم حقيقي، ولكنها مسابقة سنوية تحت عنوان كاسحات الألغام، تطلقها الجامعات والمدارس برعاية بعض الشركات المعنية بالمجال التكنولوجي لتنفيذ نموذج آلي للتنقيب عن الألغام في مصر. احنا فكرنا في كده، احنا عندنا 23 مليون لغم في مساحة مصر. مصر بتحتوي على تلت الألغام على مستوى العالم. عندنا العلمين وسين، احنا مش قادرين نستغل المساحة الفاضية دي كلها. عندنا الأرض الخصبة مش قادرين نستغلها. الثروات دي مش عارفين نعمل بيها حاجة، عشان كده لازم نوجد حل ان احنا نتخلص من الألغام دي. فكانت فكرة مشروعنا من هنا. ماين سويبر وفرت لنا الفرصه دي ان احنا نعمل الروبوت بتاعنا، وكمان كان في سبونسر للمشروع. يعود تاريخ حقول الالغام في مصر الى الحرب العالميه الثانيه، حيث تتركز الالغام في منطقه الصحراء الغربيه والعلمين، ويوجد البعض منها في سيناء، اذ نشروا ملايين الالغام في الاراضي المصريه دون ان تكون مصر طرفا في هذا الصراع، ليزرع في مصر 22% من الغام العالم بنسبه انتشار 10% من مساحه الدوله. معنا 75 جامعة أو 75 تيم من جامعات مختلفة اتصفوا، بقى 43 تيم. بكرة إن شاء الله هيعملوا تصفية هيبقوا 8. بعد كده الثلاث فائزين إن شاء الله في الثلاث مجالات مختلفة هيسافروا البرتغال، لأن إحنا السنة دي حولنا مسابقة من مسابقة محلية مسابقة عالمية، لأن إحنا نفسنا بقى إن إحنا نطبق الشغل الكومبيتيشن دوت ونحوله إن إحنا نقدر نخدم الوطن، إن إحنا نطهر أرض العالمين. وجاء تعريف الألغام أيضا في البروتوكول الثاني من اتفاقية جنيف لعام 1980 بأنها ذخيرة موضوعة تحت الأرض أو على مقربة من سطحها أو أي منطقة مسطحة أخرى بغرض الانفجار. ويعتبر أكثر الفئات تضررا بوجود ألغام هم المقيمين بالقرى الحدودية. هي مسابقة الماين سويبر أو كاسحات الألغام بالعربي، هي بدأت 2012 كمسابقة مصرية، وبعدين بعد كده تحولت 2013 لمسابقة دولية في مصر. شاركت فيها فرق من الصين ومن امريكا ومن البرتغال ومن ايطاليا. بعد كده في 2014 تحولت لمسابقه دوليه بس بره مصر، استضافتها جامعه كومبيرا في البرتغال. لتاتي مسابقه كاسحات الالغام الثانويه خطوه مختلفه لانتاج افكار خارج الصندوق لمواجهه ازمه الالغام في مصر بشكل يتسم بالابتكار والاختلاف في انتظار دعم الدوله. لأن الصحراء الغربية في مصر لا تزال تعاني من وجود ما يقرب من 17 مليون لغم كمخلفات للحرب العالمية الثانية، على إثرها تتناثر يوميا أخبار عن مقتل أو فقد أحد المواطنين لأطرافه. خرجت مبادرة شبابية تطمح للعالمية من رحم الجامعات والمدارس المصرية لتنفيذ نموذج آلي للتنقيب عن الألغام في مصر، يضمن توفير الوقت والمجهود والتكلفة لعلهم ينجحون في إنقاذ حياة مواطن. أمل صالح، نهار اليوم. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف ليلا. وإليكم بيان بدرجة الحرارة.
وإلى بعض أخبارنا الرياضية ننتقل الآن. يخوض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه اليوم بأحد الملاعب الفرنسية في مدينة كيتوي الزامبية استعدادا لمواجهة نكانا ريد ديفلز الزامبي يوم السبت المقبل في دوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. وكان الأهلي قد وصل أمس إلى زامبيا بعد رحلة طويلة استغرقت 15 ساعة يسعى بعدها لتأمين التعادل على الأقل لضمان التأهل إلى نصف النهائي للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، خصوصا أنه يحتل قمة المجموعة الثانية حاليا. ويعاني الفريق الأحمر من بعض الغيابات الناجمة عن إصابة بعض اللاعبين مثل وليد سليمان مع وصول موسى يدان متأخرا عن رحلة الفريق. قرر الجهاز الفني للزمالك نقل معسكر الفريق وتدريباته إلى استاد الإسكندرية بدءا من اليوم للتعود على أرضية الملعب قبل خوض مواجهة فيتا كلاب الكونغولي يوم الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. هذا وتصل اليوم بعثة فيتا كلاب الكونغولي إلى القاهرة قبل التوجه إلى الإسكندرية لخوض الميران استعدادا للمواجهة التي تأتي في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة. ختاما نذكر بأبرز العناوين. السيسي في المملكة السعودية الأحد المقبل في ثاني زياراته الخارجية. بوساطة مصرية تواصل مباحثات تمديد وقف إطلاق النار بغزة. حكمت المحكمة حضوريا. القضاء يردع المتحرشين المؤبد لاثنين وعشرون عاما لآخر في التحرش بفتيات التحرير. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.